حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشغل الشاغل اللي نتكلم فيه تقريبا أسبوعيا، والتي ألغت الخصوصية ودخلت حياتنا بقوة، شاركتنا أيضا أدق التفاصيل ونحن شاركناها بعد أدق التفاصيل، جعلت الطمع يتسلل إلى بعض ضعاف النفوس اللي صاروا وأصبحوا يستغلونها لغايات خطيرة، منها السرقة والابتزاز والنصب والاحتيال وغيرها من القضايا الإجرامية، مع كل حملات التوعية منها، إلا أن على ما يبدو اختراقها لا يزال سهل والقصص كثيرة جدا. فما هي أحدث خطورة لهذه المواقع وكيف يمكن تفادي خطورتها؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع المقدم الدكتور المهندس إبراهيم حميد المياحي، نائب مدير إدارة التدقيق الإلكتروني وأمن المعلومات في وزارة الداخلية في أبوظبي. حياك الله أستاذ إبراهيم. شكرا، حياك، مرحبا، حياك الله يحفظك. عندنا طبعا تقرير عن هذا الموضوع ومن ثم نخوض غماره وياك إن شاء الله. أتشرفك. الله يحفظك. مشاهدينا تقرير ونعود، تابعونا. باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، ننشر فيها دون وعي كل ما يخص حياتنا الشخصية، صور بيوتنا، سياراتنا، مجوهراتنا وأطفالنا وغيرها الكثير من الخصوصيات، دون أن ندرك بأننا وبهذه الطريقة نقدم خدمة كبيرة وتنازلاً بالمجان عن خصوصيتنا لأشخاص قد تسول لهم أنفسهم السرقة أو الابتزاز أو غيرها الكثير من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا. تحذيرات كثيرة لناشطي وسائل التواصل من تعرضهم لخطر السرقة إذا ما أسرفوا في نشر خصوصياتهم بشكل كبير، وعليهم أخذ الحيطة والحذر في كل كلمة أو صورة ينشرونها على مواقع التواصل. ومن ضمن الاحتياطات التي قد تمنع اقتحام المنازل يأتي موضوع الإعلان على الملأ عن نية الشخص للسفر أو رحلة مطولة برفقة عائلته، فمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للشخص تساعد اللصوص على معرفة الأوقات المناسبة للسرقة بعد أن يتم نشر مواعيد السفر أو الرحلة، فعدم النشر على الملأ يكون أكثر أمناً. أخوي إبراهيم، طبعاً الموضوع جداً مهم لأن أصبحت هناك قضايا حديثة، وأيضاً نحن في التقرير ذكرنا يمكن موضوع السرقة الحين اللي يمكن انتشر في الآونة الأخيرة، فأنت رأيك بشكل عام، بداية نأخذ رأيك عما يحدث في صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الفضاء. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير من اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التواصل الاجتماعي مميزاته وإيجابياته، طبعاً هناك الجانب السلبي والمظلم في استخدامات المتعددة، وأساس المشكلة جاءت من أن هي جزء من منظومة افتراضية. افتراضية بمعنى أن هاي التطبيقات منصاتها فيها بعد جغرافي غير محدد، صحيح، متباعد، أسماء وشخصيات مستعارة، مواقع متعددة، بعضها أنت في حاجة لها وبعضها أنت في غنى انك تتجاوب معاها، يعني مجرد كماليات. وكذلك دائما البرامج هاي واغلبها تكون مجانيه، مجانيتها معناتها انت السلعه. نعم. بياناتك، خصوصياتك، معلوماتك اللي توفرها من خلال تسجيلك في هالمواقع التواصل الاجتماعي تخليك انت السلعه للشركات ومستهدف لها. اكيد. طب اهم مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي الحاليه؟ أهم أخطارها لها أسباب، طبعاً أهم أخطارها أكيد طبعاً التغيير الحاصل. فجأة كنا نستخدم تطبيقات معينة من إنترنت، أجهزة محددة كذا كذا، جاءت الهواتف الذكية، فالهواتف الذكية أصبحت ساحة كبيرة للتعامل في الفضاء التواصل الاجتماعي. استفدنا من إيجابياته لكن ولدت الكثير، خاصة في مجتمعاتنا المحافظة بالذات، ولدت الكثير من السلبيات. يعني الأغلبية تحول من هواتف عادية من أنظمة غير من أنظمة تقليدية إلى أنظمة فجأة ذكية، هواتف ذكية. الهواتف الذكية لها من الإمكانيات اللي نشتريها وما نستخدم، ما نعرف نستخدم استخدام أو نطبقها صحيح. أكيد طبعا، هي كالحاسوب بالضبط. التليفون الآن أصبح كالحاسوب، ولذلك يستسهل تواجده أو استخدامه. أشد من الحاسوب. أشد من الحاسوب. يعني طب أنت ذكرت أن هناك يعني مؤثرات سلبية في هذا الأمر. السلبيات كثيرة،
في استخدام ما نعرفه لما نعرفه، ولكن نحن الحين في دولة الحمد لله يعني قدمت الكثير من البرامج التوعوية لمستخدمي الهواتف أو للشعب هذا في كافة المجالات. أهم سلبيات وما يؤثر من ناحية الوعي نفسه. نعم يا طويل العمر، المستخدم نفسه هو اللي يكون ضحية نتيجة إساءة استخدامه. الوعي ليس مرادف لكلمة الجهل. الوعي هنا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من قلة الحذر وقلة أخذ الحيطة. نعم. فالثقة الزايدة في التعامل، أو أني أنا مستعجل أخلص مثلا أنجز حجز تذكرة أو تعامل مالي، كذلك الانفتاح على شخصيات مثل ما ذكرناها في بداية الحلقة، أن هناك شخصيات وهمية، مواقع وهمية، انفتاح عليهم بثقة زايدة وأني أعطيهم معلوماتي، والانطلاق بدون ما يعني أخلي حدود لبياناتي ومعلوماتي وشخصيتي، والانفتاح الكامل أكيد. وهذا طبعا نتيجة عدم الوعي، لكن كذلك الدولة قامت في جهود كثيرة طبعا في عملية الوعي، والدليل من خلال محطتكم المقر حاليا، يعني من خلال برنامجكم، يعني احنا قاعد احد وسائل التوعيه طبعا نشارك في جزء من التوعيه. طب انت ذكرت قبل شوي ان الشخص هو السلعه، المستخدم هو السلعه، وبذلك من خلال بياناته. صحيح. بياناته الشخصيه، وايضا يمكن بيانات ارقام الهواتف والاسماء اللي موجوده عنده وغيره وغيره. طب اكثر الاساليب الحديثه الان خطوره على الافراد، هل هي هذه تعتبر او في غيرها بعد؟ اي نعم. طبعا في صعوبه في تحديد كل مكان من المخاطر. نعم. نحن حاليا بدينا وليس ما نقدر نقول حتى نحن وصلنا الوسط. طبعا نحن بدينا في بداية التحول الإلكتروني والذكي في خلال هواتفنا وخلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إلى أين ما نعرف، ينمو بسرعة نحن ما نقدر نداركها. نعم. نطلب من الجميع أن ينطلق ويواكب التحضر والتواصل، لأن هاي جزء من رؤية دولتنا. أكيد. في المقابل انت يعني خلينا نمثلها بسواقه السياره. جميل، تفضل. نعم. تعاملنا في مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان يكون بشكل كانك تقود سياره. نعم. لما تكون تقود السياره بحذر وطريقه وقائيه بتوصل سالم وغانم. نعم. لكن الطيش والتهور في قياده السياره نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، أثر مو بس عليك، على اللي حولك. بالضبط، في كل محطات بتعاني. نعم. وقد تعاني بشدة. طب أنتوا بناء على اطلاعكم على الجرائم الإلكترونية، أهم الجرائم الإلكترونية اللي يمكن انتشرت وكيف تعاملتوا وياها؟ طبعا مثل ما تفضلت، الجرائم الإلكترونية سببها يعني أن أول شيء البعد الجغرافي والافتراضي لهذه مواقع التواصل. نعم. سهلت إضعاف النفوس انها تستغل بيانات. جميل. ومعلومات الشخص في استغلال هذا الشخص نفسه. جميل. حاليا طبعا لله الحمد لله دوله الامارات كانت من اوائل الدول العربيه الخليج على مستوى الخليج على مستوى الشرق الاوسط في قانون الاتحادي اللي في سنه 2006 لجرائم تقنيه المعلومات، وتم تحديثه في 2009 ونزل قانون بالكامل في جرائم تقنيه المعلومات في الماده الخامسه في 2012. طبعا هذا قلل وارهب لعمليه ان من امن العقوبه اساء الادب. نعم. لكن وجود بعض مواقع التواصل هاي وبعدها الجغرافي ومحطاتها على مستوى العالم سهل الجريمه، لانه بعد 1000 محاوله لمعلوماتك الغزيره المتروكه واللي سببت سحابه تسمى البيج داتا. نعم. فسببها الأشخاص طبعاً، توالدها مش تأثيرها بس حتى اجتماعياً وأمنياً، توالدها بتأثر علينا حتى سياسياً، بتأثر علينا في نواحي عديدة في حياتنا. الآن العوائل تقعد في البيت والكل مشغول في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أصبحت بعض المناسبات الاجتماعية الإيجابية وسبحان الله والطارئة الناس في تباعد على قربهم في اماكن معينه، واستوى العكس، تواصل الشخص من خلال هاتفه او التواصل الاجتماعي من خلال الاجهزه الذكيه كانه يكلم الشخص في الغرفه الثانيه. نعم. ولد الكثير من السلبيات والجرائم
اللي يعني صعب حصرها، لكن أهدافها معروفة، أهدافها شخصية معلوماتية، أهدافها مالية، ابتزاز تشهير كذا كذا، طمس إلى أن تصل إلى الخط الأحمر اللي هو المساس بأمن الدولة. نعم. طيب هناك من أساليب أيضا جديدة أصبحت للتجسس من خلال هذه المواقع على الأشخاص طبعا، هو مراقبتهم، لكن على الأشخاص لديهم القدرة أيضا أن يحدوا من أيضا هذه الأساليب حماية أنفسهم، هل هناك طرق معينة تتبعونها أو ترشدون بها؟ نعم توعون بها الأشخاص؟ نعم يا طويل العمر، نحن دائما يعني ننصح من خلال منبركم، من خلال القنوات قنوات الوعي المختلفة، أن استخدام الأجهزة سواء ساعة ذكية أو الهاتف الذكي تكون على قدر الحاجة. نعم. دائما أقدر أستخدم ساعة تقليدية ما يمنع أستخدم في حال اللي أنا حاجة أكثر. التواصل الاجتماعي استعمالها قدر الحاجة، أكيد أنت لك حاجة يا طويل العمر في استخدام الساعة الذكية، لكن الأغلبية كموضة الآن في توجه اللي ما يسمى اللي هو اللي نرتدي اللي يعني نرتدي الأنظمة الذكية والتواصل الذكي بتكون يعني في جسمك. صحيح. زين يا طويل العمر، هاي الأنظمة في سواء مثالها حاليا الهاتف الذكي فيها كل وسائل تتجسس عليك. صحيح. وفيها كل سبحان الله الآن بياناتك الشخصية وحياتك وسيرتك كلها موجودة في الهاتف الذكي. نعم. فقدان الهاتف الذكي، بيع الهاتف الذكي يا طول العمر، يعني سرقة الهاتف الذكي، كلها تساعد على أن أنت تكون مكشوف بالكامل بكامل شخصيتك، ملفك مفتوح. نعم. طب ممارسات خاطئة أيضا، أحد الأشخاص يقول أنه في ممارسات خاطئة يمكن أن تكون سبب في وقوع الأشخاص ضحايا الجرائم الإلكترونية، مع أنك تحدثت عنها ولكن نريد أمثلة، في أمثلة شيء؟ ممارسة خاطئة الإدمان الآن. نعم. يعني أني أنا أي أشارك في كل مواقع ساعات يكون في حسن نية، أو اعذروني في هالكلمة، قد تكون هناك سذاجة. نعم. أو حسن يعني حسن نية توصل للسذاجة. هناك بعض الاستخدامات الخاطئة لمواقع التواصل الاجتماعي بغرض الزواج مثلا أو التعارف، فتكون هناك في حسنية في البداية لكن تستغل بيانات وكذا للابتزاز والتشهير. طبعا. وهناك الجرائم كثيرة سواء على مستوى الرجال والنساء. نعم. الأطفال يعني من أكثر وأبشع جرائم التواصل الاجتماعي استغلال الأطفال. نعم. هناك جرائم استغلالهم سياسيا، ويدربونهم على يعني يكرهون أهاليهم. نعم. يدربونهم على الانحياز والولاء لجهات عدوانية، وهناك كذلك يا طول العمر استغلالهم على مستوى التحرش الجنسي. نعم. فكثير من القضايا يطلب من الطفل يعني يستغل بشكل بشع، أو يطلب منه روح اسرق الفيزا كارد لأهلك في بيتك بحيث أنه عطنا البيانات هاي بحيث أنك تكسب نقاط كذا. نعم. فهالطفل عدم وعيه نتيجة يعني بعد الأهالي انشغال الأهالي تسمح مجال ان الطفل هذا يستغل بأبشع ما يكون. هذا أسوأ انواع الاستغلال. طيب المقدم الدكتور المهندس أيضا ابراهيم، نبغي كلمة توعوية نختم بهذا الحديث، ملخص الامر، شو تقول مجتمع دولة؟ اول شيء نحن لله الحمد لله اشكر منبركم، نحن في مجتمع وفي دولة نفتخر انها فاتحت لنا المجالات في كل التقنيات الحديثة، واكبر ادلتنا مدينه الانترنت كذا بكامل مجمعاتها وشركات العالميه توفر لدينا. نعم. فكل التطبيقات سهله، افضل الدورات، افضل المؤتمرات موجوده، الوعي موجود، لكن يا طويل العمر الحذر، انطلق، الدوله كلها تطلب منك. نعم. وان شاء الله نحن خلال منبركم وخلال كل قنوات الوعي انطلق في استخدام التواصل الاجتماعي، ما حد يمنعك، بس الحذر. نعم. والحيطه يعني أقولهم نحن يجيبوا تليفونات خاصة بالتواصل الاجتماعي. نعم. لا تحطهم فيها أرقام، لا تخلهم فيها. نعم. خلكم حذرين. خلك حذر يعني. خذ. نعم. خلي يكون في حدود. أكيد. طبعا لابد أن يكون في حدود اللي تحتاج استخدمه. صح. إذا استخدمته جربته وما مش حاجة له ألغيه، أو يعني بأي طريقة أو أفصل أخرى. أفصل يعني إذا نحن الهواتف يعني إذا هاتف عليه معلومات حساسة. نعم. ما استخدمه. بالضبط. أكيد. ويكون يعني في خطوط دفاعية أولى زي الباسورد وكذا، ما يكون مفتوح وعرضة. أكيد. أو أجي أبيعه وهالبيانات وفكر اني مسحتها لكنها ما تمسح. والله يا طويل العمر هذا خلي عندك الذكر. اكيد طبعا. نحن نشكرك على تواجدك اليوم، ان شاء الله اتمنى ان الرساله وصلت اكيد للمشاهدين ومجتمع دوله الامارات، واكيد الحيطه والحذر هي في النهايه تؤدي الى الامن والسلام. وشكرا لك. شكرا لكم. جزاك الله خير. مشاهدينا كل الشكر للمقدم الدكتور المهندس ابراهيم حميد المياحي، نائب مدير اداره التدقيق الالكتروني وامن المعلومات في وزاره الداخليه في ابو ظبي. مشاهدينا لا تروحون بعيد عن الشاشه، ما زلنا وياكم نحن ومن بعد هذا الفاصل.